لا والله تحاشر. هذه العيادة والطاقم الطبي في الأول خدمه، بعدها تم يشكو مطرق ويشكو من هنا، ما عادش سيب الطريق، قالوا لنا ما عادش نقدر نشوف، أما يزيدونا في الراتب والله ما نعرف. هذه بس الصفيطة ما شاء الله، في الأول فرحنا وقلنا هذه العيادة تو قاعد يقرب من قريبوني، جاوا داروا الكاتينة وداروا السيسين وسيبوه وراح. أيام البيضة أيوه، وما زال نرجو فيهم يريد يكملوا ما عادش كمل. يعني سكان منطقة سيدي سالم صفيطة المتضررة من إحصار دريال. نحن سكان منطقة سيدي سالم صفيطة الواقعة ما بين البلديات الثلاثة جردس العبيد غربا وبلدية الساحل شرقا وبلدية مدور زيتون جنوبا، حيث أن هذه المنطقة أصيبت بإعصار دنيال ودمرت مزارعها وأراضيها والطرق التي تربطها بهذه البلديات المذكورة، وأزيل الخط الكهربائي بالكامل حيث ذهبت أسلاك الكهرباء والمحولات والأعمدة إلى البحر عن طريق جرف السيول الجارفة، وباتت هذه المنطقة منكوبة. والآن نحن سكان المنطقة لنا أكثر من شهرين ونصف بلا كهرباء، ندور في ظلام، وأمانة الكهرباء والدائرة الكهربائية على مسمع ومرأة من هذا الوضع. ومنذ بداية الأحصار وهيئة الكهرباء كل يوم تأتينا بوعود لم تنفذ. للأسف عليه نطالب الجهات العامة والخاصة والقيادة العامة الموقرة النظر إلينا ومعالجة مشكلتنا الكارثية في سرعة عاجلة، علما بأن فصل الشتاء حل علينا والحياة بدون كهرباء صعبة على جميع فئات الشعب، من طلبة ومن فلاحين ومن شرطة ومن مدرسين ومن جميع أعضاء الشعب. والله الموفق. مقدمو البيان سكان منطقة سيدي سالم 1/12/2023. احنا يا سيدي من سكان منطقة صفيطة، ونحن حقنا مهضوم. نحن جينا في وسط، يعني تقدر تقول مثلث، جينا بين البلديات وما شقت بينا ولا بلدية، لا بلدية جردس لا بلدية الساحل ولا بلدية مدور الزيتون، ونحن من الحصار دانيال الضي ما فيه، المية ما فيه والطرق ما فيه، تمام. ونحن عندنا وحدة صحية هنا حتى هي ما لا حياة لمن تنادي، حتى جماعة الصحة ما شقوا بيها، العويل يمرضوا وعقارب يسعن فيهم وني ناس عفوا لعند المرج، مرات يصل حي ولا مرات ما يصل، تمام. التعداد السكاني بالنسبة لل يعني حوالي يعني 300 نسمة كذا، عرفت. المدرسة حتى هي ما زالوا ما كملوها، هي قاعدة طايحة حتى صورها، يجوا حتى يزوروها. لكن نحن اللي نطالبوا بيها نطالبوا بالمشير، لازم توصلوا صوتنا للمشير. نحن ما حقنا مهضوم ومعارف ما عندناش، نحن ضيق، العرب كلها وصلت ما عدا نحن. نبو مسؤول يخاف الله يزورنا على الواقع، يزورنا هنا على الواقع بس. معناته اي مواطن ليبي في الصبح يشيل في عيال وضي ما فيش وصقع وشتاء وقصة ما نقدرش نحكي لك بشكل لا يوصف. المدرسة ما فيش مدرسة، ما فيش وحدة صحية عاطلة، ما فيش العيون كلها خربان، ونحن حالتنا يرثى لها بصدق يعني.